أرحب بكم من جديد، وأرحب أيضا بضيفي في البلاتو والصحفيين من القسم الوطني رياض بوزينة، أهلا وسهلا. وفاطمة الزهرة حمادي، أهلا وسهلا بك فاطمة. أبدأ معك رياض، بالأمس فقط دخلت من جولتك مع عمارة بن يونس، حدثنا عن أجواء تغطية الحملة الانتخابية في يومها الأخير. نعم، ربما قبل الحديث عن الحركة الشعبية الجزائرية وجولة عمارة بن يونس عبر الولايات، ما نستخلصه من الحملة الانتخابية أنه خرجت بنوع من الإيجابيات وسلبيات عديدة، ربما أحصيت البعض منها في المقدمة. الإيجابيات هو أنه أول انتخابات كانت تحت أعين ورقابة لجنة مستقلة، يعني ساهمت في ردع بعض الأحزاب التي حاولت استغلال وسائل الدولة خلال الحملة الانتخابية، وبالتالي اللجنة كانت لها رقابة ويعني حالت دون استعمال هؤلاء السياسيين لوسائل الدولة. أما الأمور السلبية فكانت عديدة جدا، هي كانت على كل الأحزاب ليس فقط الحركة الشعبية الجزائرية. لا، أمور سلبية يعني لا من حيث الخطابات، خطابات المسؤولين السياسيين أو يعني خطابات كانت جوفة شبه فارغة، يعني لم نلحظ برامج من قبل المسؤولين السياسيين سواء لأحزاب المنتمية للسلطة أو أحزاب المعارضة. إذن وشهدنا الكثير من التراشق بين الأحزاب، بين ممثلي الأحزاب، وكأنه كانت هذه الحملة الانتخابية لتصفية الحسابات، والخاسر الأول والأخير فيها هو المواطن. المواطن لم يستفد شيء من هذه الحملة، لم يطلع على برامج مختلف الأحزاب السياسية، وما شهده مجرد تقاذف للتهم وتراشق وأمور سلبية عديدة شهدناها. سنتحدث عن البرامج تحديدا، أمر إليك يا فاطمة. تحدثنا عن التراشق، عن التصريحات، عن حرب التصريحات، عن تبادل التهم، وأنت يعني تغطي في كل مرة بين الأرندي والأفلان، وبالتالي هما الحزبان اللذان يعني حملا كثيرا من التصريحات والاتهامات بين ويحيى وولد عباس. بالفعل زميلتي كانت لي الفرصة أنه غطيت بعض التجمعات الشعبية لزعيمي الأغلبية البرلمانية. غابت البرامج أيضا في حملتها الانتخابية وحضرت التراشقات، كأنك تحسي للحظة أنه هذه التراشقات كانت مقصودة للتغطية على نقص البرامج. مثلا نتحدث على الأفلان، هي تحدث دائما على برنامج الرئيس، لكن دون أن يتحدث ماذا يحمل هذا برنامج الرئيس، ماذا عن تكييفه مع الواقع الاقتصادي الحالي. وهي نقطة الخلاف بين الحزبين أيضا، نقطة الخلاف الأساسية حول ملكية الرئيس. جمال ولد عباس في كل خرجاته الإعلامية وفي كل خرجاته الشعبية يتحدث أنه رئيس ملك للأفلان ويحق له الحديث باسمه، وهذا ربما ما أزعج غريمه السياسي أحمد ويحيى. أيضا نقطة لم نتطرق إليها، قضية حكومة التوافق الوطني أيضا فجرت خلافا بين زعيمي الأغلبية. ربما ويحيى يتحدث على أنه الجزائر لا تحتاج ما بعد التشريعيات إلى حكومة توافق وطني، لأننا على حد تعبيره لسنا في أزمة سياسية، نحن في أزمة مالية. وهو هذا ما طلب به مقري من الجهة الآخر. هذا الأمر ربما أثار خصومة ويحيى في المعارضة. احنا لاحظنا انه كل الخرجات الاعلاميه لمقري الذي تغيرت لهجته كثيرا اتجاه السلطه يهاجم احمد ويحيى ويحمله كل سياسات الفشل التي تعرفها البلاد. يقول بان الحديث على انه لا يمكن ان تكون هناك حكومه توافق وطني بانه امر غير ديمقراطي. ربما الغريب انه في خرجه الأفلان أنا كنت كان لي حوار صغير مع جمال ولد عباس خلال التجمع الشعبي بالقاعة البيضاوية الجمعة الفارط، سألته عن الأمر وعلى أنه الأرندي يرفض الأمر، قال لي بالعكس الأفلان لا يحتكر الحكومة، أبواب الحكومة مفتوحة لكل الأحزاب السياسية. هذه ربما من الأمور، لكنه يحاول في كل مرة أن يمتلك الأغلبية، أن يكون يمتلك الأغلبية، لكن ربما أنه خطاب مقصود انه ضد الأرندي. لا للحظه تحسين ان الأفلان ربما يقود حربا بالوكاله ضد الأرندي، وهذا امر ربما يتعلق بترتيبات تتعلق بالمرحله المقبله، ربما ما بعد التشريعيات، ربما ترتيبات لمرحله الرئاسيات. هناك في مثل هذه الامور يحدث هناك الكثير من التداخل والكثير من التاويلات والاشاعات، لكن الاكيد انه غابت البرامج بشكل كبير جدا. هناك شيحين. نعم. لا يتعلق الأمر فقط بالناخبين فقط، ربما هذا ما يشرع إن صح التعبير مخاوف السلطة.
أنا أمس رسالة رئيس الجمهورية أنه وكأنه يناشد الجزائريين بصريح العبارة، أناشدكم أبناء وطني الأعزاء للانتخاب. العزوف الانتخابي أحدث مخاوف كبيرة، سواء عند السلطة سواء عند الجهاز التنفيذي. إحنا لاحظنا خرجات طويلة عريضة للوزير الأول عبد الملك سلال، عنوانها العريض لابد من مشاركة واسعة وكبيرة في الحملة في الانتخابات المقبلة. يعني يمكن القول أن هذه الحملة الانتخابية حملت شعار الحرب ضد العزوف. سيكون معنا أيضا عبر الهاتف من أدرار الزميل بلقاسم جير، لا أدري إن كان الاتصال جاهزا أم ليس بعد، أطلب من الزملاء في غرفة التحكم أن يجهزوا الاتصال. أعود إليك رياض بوزينة، تحدثنا عن غياب البرامج وعن أن الشبح الأكبر هو العزوف، هل لمست هذا من خلال جولاتك أيضا؟ يعني الخوف من العزوف لدى مسؤولي الأحزاب السياسية الذين نشطوا الحملة الانتخابية، هذا الخوف جعلهم يتخذون من خطاب التهديد، وهذا أمر خطير جدا، خطاب التهديد يعني يواجهون المواطنين بأنه يا إما التصويت أو العودة إلى العشرية السوداء، وهذا أمر خطير، هذا أمر لا يخدم بتاتا يعني مصلحة الجزائر إن صح التعبير. يعني المواطنين اليوم ما همهم، خاصة الجيل الجديد الشباب يعني الذين لم يعيشوا يعني الفترة السابقة التي يعني عاشتها الجزائر، فترة الإرهاب، ما يهمهم هو العمل، هو يعني يتطلعون لمستقبل واعد للجزائر، وهذا ما ينتظرونه من خلال تقديم لأحزاب سياسية لبرامجهم. ولكن الخطاب التهديد، خطاب التهديد والوعيد، يعني إما أن تصوت أو تعود الجزائر إلى مرحلة التقهقر ومرحلة الإرهاب والعشرية السوداء، هذا الأمر ربما ينفر من المشاركة في العملية الانتخابية أكثر مما يجذب المواطنين، يعني يا إما التصويت أو التخويف، هذا أمر لم يخدم بتاتا. وربما كما قالت زميلتي فاطمة، الفراغ على مستوى الخطاب السياسي، مسؤولين سياسيين لا يملكون، يعني أكثرهم لا يملكون خطابا سياسيا وجيها، يعني وتخوفهم الشديد من المقاطعة، وخاصة فيه يعني حملة فيسبوكية يعني غلبت المسؤولين السياسيين، يعني تدعو الشباب والمواطنين إلى المقاطعة، وبالتالي المسؤولين السياسيين لم يستطيعوا مواجهة هذه الحملة الفيسبوكية، وهو ما جعلهم يلجأون إلى خطاب التخويف. هذا الخطاب لمست أنه في العديد من الولايات يعني الكثير من المواطنين يستهجنون هذا الخطاب، يعني أكدوا بأنه تخويفهم من العودة إلى العشرية السوداء لا يخدم بتاتا الانتخابات ولا يشجعهم بتاتا على المشاركة في الانتخابات القادمة. طيب فاطمة، تحدث رياض على أنه هناك حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمقاطعة، في المقابل كانت هناك حملة موازية، شاهدنا هذه المرة المرشحين يستغلون الوسائط الجديدة سواء مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى رسائل الأسماس، تبعناها ويعني وتابعها كل المواطنين، أغلب المواطنين تلقوا رسائل أسماس لصالح الحملة الانتخابية. بالفعل ياسمين، فقط قبل أن أخذ في هذه النقطة بالذات، عندما نتحدث على قضية العزوف الانتخابي كما كان يتحدث زميلي، ربما لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة أننا نشوف السلطة، أحزاب السلطة والموالاة كلها بصوت واحد، وحتى الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات من خلال الخرجة الإعلامية لنهار أمس لرئيسها عبد الوهاب دربال، كلهم يحثون على التصويت، كأنه البرنامج الأساسي والهدف الأسمى والمرشح الأقوى في هذه التشريعية هو المشاركة في الانتخابات، لا يهم على من تصوت ولا لمن تمنح صوتك، المهم أن تصوت فقط. بالفعل باعتراف هيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تحدثت على عزوف على قضية التجمعات الشعبية، والأمر وصل حتى لإلغاء بعض التجمعات الشعبية حتى لأحزاب كبيرة، كثير منهم توجه إلى الفضاء الأزرق. نحن نعرف أن الجزائريين اليوم شعب مدمن على مواقع التواصل الاجتماعي، كنت تدخل مواقع التواصل الاجتماعي أكبر الأحزاب أصغرها كلهم ينشطوا الحملة نتاعهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجزائريين. ربما التجمعات التقليدية لم تعد تستهوي الجزائريين كثيرا، هذا اللي خلى نائب رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات يوجه دعوة للمترشحين أنهم يجب عليهم تطوير أساليبهم، اختراع أساليب أخرى لجذب المواطن، لأن المواطن لم يعد يستهويه الخطاب التقليدي لغة الخشب.
في بعض الأحيان يحسوا أن النتائج محسومة. لماذا؟ حتى ربما التجمعات الشعبية الكبيرة اللي شفناها في أكبر الأحزاب السياسية يدور الحديث على ربما تجنيد بعض الوسائل الدولة، ربما الموظفين، ربما وكما تحدث أيضا زميلي قضية الحفلات، تجنيد الوسائل التي ربما الرقابة تمنحها، لأنه القانون واضح أنه يمنع استغلال المؤسسات الدينية. مع ذلك شاهدنا إقحام للأئمة في الخطاب السياسي، وطلب منهم أن يتحدثوا عن ذلك في صلاة الجمعة. أنجزتي تقرير عن هذا الموضوع فاطمة؟ حتى الوزراء زميلتي مسموح لهم بتنشيط الحملة الانتخابية خلال أيام العطلة وبعد نهاية الدوام. احنا شفنا بعض التجمعات الشعبية للمترشحين نشطها وزراء، ما نقولوش خلال الدوام لكن في الفترة الليلية انت، ربما هذا حتى ولم يكن في فترة الدوام ربما يكون هناك نوع من اللا توازن بين المترشحين. بالفعل المساجد رغم أن القانون العضوي للانتخابات وحتى الدستور يمنع استغلال أماكن العبادة للاستغلال السياسي، لكن حدث أنه هناك تعليمة من وزير الشؤون الدينية للأئمة يحثهم فيها على ضرورة أن تكون هناك خطبة الجمعة مخصصة لحث الجزائريين على المشاركة في الانتخابات دائما لدواعي أمنية، لأن الأسطوانة الأمنية حاضرة بقوة سواء في خطابات الوزراء، وزير الأول، رئيس، وزير الداخلية. أيضا بالنسبة للزوايا، الزوايا أنا كنت أجريت موضوع مع الرئيس تاع الزوايا، كان تحدث قال لك أنه إطاعة ولي الأمر أمر واجب. ورئيس الجمهورية استدعى الهيئة الناخبة، باستدعاء الهيئة الناخبة يصبح قضية التصويت أمر واجب على كل الجزائريين. طيب رياض، أنت قمت بجولة داخل الولايات الداخلية، هل لمست هذا الإقحام الديني داخل السياسة والخطاب الديني للحث على التصويت؟ صحيح، يعني اليوم نرى بأنه بصريح العبارة أنه السلطات استعملت كل الطرق لإقناع الجزائريين بالانتخاب، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تخوف السلطات من عزوف للجزائريين. يعني تم توظيف بداية بالفن فنانين، وبعدها المساجد، الزوايا، كذلك للعلماء، مشايخ الدين، كلهم تم إقناعهم بتوجيه خطابات للجزائريين على أنه ضرورة أن يكون الانتخاب وإصدار فتاوي تحث بضرورة الانتخاب. لمسنا هذا في بعض ولايات الوطن، أين رأينا رجال دين يعني يتقربون من المواطنين ويحثون خلال التجمعات الشعبية يحثون المواطنين على ضرورة الانتخاب، يعني وكما تفضلت فاطمة ضرورة إطاعة ولي الأمر، كلها يعني تم إصدار فتاوي لمحاولة إقناع الجزائريين، لعب يعني حاولوا اللعب على وتر حساس لدى الجزائريين وهو الجانب الديني. ربما هذا هي ربما سابقة في الجزائر أنه يتم توظيف الجانب الديني في السياسة، كان من الأجدر أن يتم إبقاء الجانب الديني وحده بعيدا عن السياسة وإقناع الجزائريين سياسيا، إقناع الجزائريين بالبرامج بما يحمله المترشحون للبرلمان القادم، يعني أمور جديدة للبرلمان القادم، هكذا يتم إقناع الجزائريين. وإنما توظيف يعني الجانب الديني هذا دليل على فشل في الخطاب السياسي، والسلطات لم تجد شيء آخر تقنع به الجزائريين للانتخاب واستعملت كل الوسائل التي من شأنها ربما إقناع الجزائريين للإقدام على العملية الانتخابية، هذا تخوفا من العزوف وتخوفا من المقاطعة. نحن اليوم لا نحكم أنه ستكون هناك مقاطعة، لا نجزم، لاحظنا فقط بأنه فيه ربما سنكتفي بالتغطية في الرابع من مايو ونشاهد هل ستكون هناك نسبة مشاركة كبيرة. باختصار لأنه حيكون معنا بالقاسم، في هذه النقطة فقط باش من تذكرهاش ياسمين، اليوم ربما الأصداء الأولية قضية الانتخابات الجالية في فرنسا تؤكد على أن هناك إقبال ضعيف من المواطنين على مكاتب الاقتراع، هذه الأصداء الأولية فقط في انتظار نعم. ينضم إلينا على المباشر من أدرار بالقاسم جير، هو الآن بسطد تغطية تجمع لتجمع أمل الجزائر. تحدثنا عن بالقاسم، هل أنت بالاستماع في البداية؟ جيدا زميلتي ياسمين، نعم بالقاسم، فقط حتى نستغل الوقت جيدا، تحدثنا عن الخطاب التخويفي وشاهدنا وشاهد كل الجزائريين فيديو لعمار غول قال نعم رانا نخوف فيكم، كيف تلقى ربما الشارع أو المواطنون الذين اليوم يحضرون تجمع عمار غول لخطابه الأخير؟
نعم زميلتي ياسمين، مشاهدينا الكرام، هذا الخطاب، هذا اللغه ممكن عمار غول قالها في خضم انه الخوف فيكم. نعم لكن لمصلحه الوطن. انا كنت حضرت مع خلال 35 تجمع حول 35 ولايه تقريبا عملناها اليوم. كل الخطاب او هذا المصطلح الذي قاله عمار غول ممكن يريد من خلاله أنه يقنع المواطنين للتصويت للتصدي لما أسمعها الأيادي التي تريد أن تخلط تقريبا في الجزائر، من أجل ما كررها الكثير من المرات أنه هناك أيدي تريد زرع البلبلة في الجزائر. خليني نعود نرجع شوية معك إلى الوراء في تقييمنا. إذا قيمنا الحملة الانتخابية إجمالا نقول بأنه الحملة الانتخابية حقيقة كانت خالية وكانت ضعيفة جدا من ناحية لغة الخطاب، لأنه الخطابات هي نفسها الخطابات التي سمعناها في 2012 وسمعناها في 2007. دائما رؤساء الأحزاب المترشحين يتحدثون عن وعود السكن ويتحدثون عن التشغيل ويتحدثون عن التنمية، وهي نفس المشاكل اللي شفناها وما زالت تتكرر في الكثير من الخطابات. السؤال المطروح اليوم، إذا وقفنا على حقيقة الوضع المالي الصعب الذي يعانيه البلد، كيف سيجسد الأحزاب تلك الوعود التي سمعناها على في الكثير من التجمعات الشعبية؟ الوعود بالسكن، الوعود بالشغل، الوعود بالتنمية، الوعود بالكثير من الأشياء التي يحتاجها المواطن. ثاني شيء، حسب رأيي اليوم زميلتي ياسمين، مشاهدينا الكرام، الطبقة السياسية اليوم بات من الصعب عليها أن تعيد ربط علاقتها مع الشعب، لأن الشعب كره من الوعود الزائفة التي لم يتحقق منها شيء في الميدان. وشفنا الكثير من المواطنين الذين تحدثنا معهم خلال الحملة الانتخابية بأنهم تقريبا لم يعد لهم ثقة تماما بما يقوله رؤساء الأحزاب. الرابطة تقطعت ما بين الشعب الطبقة السياسية، تسببت فيها اثنان، تسببت فيها السلطة من جهة لأنها ساهمت كثيرا في السنوات الأخيرة في إضعاف الطبقة السياسية وجعلتها رهيفة جدا، ضعيفة جدا، لغة الخطاب لغة خشب بركيكة، ما فيش جديد، ما فيش حيوية، ما فيش لغة يمكن أن تقنع الشعب وتعيده طيب إلى الاقتراع. ثاني شيء زميلتي ياسمين، من تسبب في قطع هذه العلاقة ما بين الشعب المواطن والصندوق والسلطة والطبقة السياسية؟ تمثل فيها البرلمانيون الذين يعني غابوا يغيبون 5 سنوات كاملة في عن 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 الشعب، هم يعودون إليه فقط في الحملة الانتخابية. شفنا يعني في الكثير من التصريحات على المواطنين. شخصيا ياسمين، وسامحيني ان اطلت عليك، بان الطبقه السياسيه اليوم محتاجه الى خطاب جديد، الى شخصيه نظيفه نقيه، شخصيه لها كاريزما وخطاب قوي واقعي نزيه لتعيد علاقتها مع الشعب. طبعا نحن بحاجه اليوم الى عبد الحميد مهري جديد، ونحن بحاجه الى عبد الشيخ محفوظ نحن جديد. اشكرك جزيل الشكر بالقاسم، الرابطه اشكرك جزيل الشكر على هذه المداخله والوقت اللي سرقته من تغطيتك لتجمع عمار غول. شكرا جزيلا لك، كنت معنا على المباشر من أضرار بالقاسم جير. بالقاسم جير خدانا للحديث عن البرلمان الجديد رياض. اليوم الحديث عن البرلمان وعن الحكومة المقبلة، شفنا التراشقات بين الأرندي والأفلان كانت كبيرة، لأنهما عادة الحزبين اللذين يمثلان الأغلبية البرلمانية، وأيضا يعني كاين وزراء بزاف يمثلوهم داخل الحكومة المقبلة. مع ذلك عمار بن يونس وكذا عمار غول يدخلان في كل مرة في هذا الخطاب، لأنهما أيضا ينتظران تمثيل في الحكومة المقبلة. حدثنا على هذا الجانب من تغطيتك لعمار بن يونس. بالنسبة لي قبل الحديث عن عمار بن يونس، الصراع الدائم بين يعني الذي تكاثر بين الأفنان والأرندي حول البرلمان القادم هو صراع مفهوم، لأنه نحن نعرف أنه في الدستور الجديد الأغلبية البرلمانية القادمة هي التي ستشكل الحكومة، والرئيس الحكومة أو تستشار لتشكيل الحكومة. نعم يتم استشارته، الرئيس الجمهورية يعين، لكن باستشارة الأغلبية البرلمانية. لكل طرف لديه طموح، الأفنان لديه طموح أن يبقى، مثل ما أكد ولد عباس قال بأنه نحن سنحكم الجزائر 100 سنة قادمة.
ما هذا تصوره يعني. وبالتالي هو طموح يعني طموح ربما طموح سياسي مشروع، ولكن ليس بهذه الطريقة أنه تخون طرف وتنزه نفسك، وبالتالي هناك صراع للوصول إلى أغلبية برلمانية. بالنسبة لعمار بن يونس، هو اغتنم الفرصة، فرصة الحملة الانتخابية لتبرئة نفسه، ونحن نعلم بأنه لما كان وزيرا تعرض لحملة إعلامية شرسة، وربما تلك الحملة ليس فقط إعلامية وحتى المواطنين يعني هاجموه، وربما ذلك ما أدى بإسقاطه من على رأس وزارة التجارة، والقضية معروفة هي قضية ترخيص بيع الخمور. عمار بن يونس قال بأنه في مختلف الولايات التي زارها، قال بأنه لما كنت وزيرا عجزت في، ليس عجيزة ولكن تحفظ من واجب يعني منصبه، قال تحفظت في الرد وتوضيح الأمور، ولكن اليوم أنا في حملة انتخابية أنا حر سأوضح كل الأمور. قال بأنه أتحدى أي مسؤول سياسي يأتي لي بوثيقة فيها ترخيص من قبل وزير التجارة عمار بن يونس أنه يرخص لاستيراد الخمور. قال بأنه الخمور يعني موجودة، تباع منذ مدة في الجزائر، ولكن يحكمها السوق، تحكمها السوق السوداء. قال بأنه أردت فقط أن أنظم هذه السوق من أجل جلب الأموال من بيع الخمور، وبالتالي اغتنم الفرصة، فرصة الحملة الانتخابية لتبرئة نفسه خلال معظم الخطابات السياسية التي كان يلقيها. ولكن هو أشار بأنه إلى فترة الوزراء السابقين الذين تعاقبوا على وزارة التجارة، قال بأنهم تعرفون جيدا التيارات التي ينتموا إليها، ونعرف بأن هناك وزراء سابقون كانوا ينتمون لتيارات إسلامية، كانوا أحزاب من حزب إسلامي يعني، اتهمهم بأنهم هم الذين رخصوا سابقا لبيع الخمور. وقال بأنه أنا أتيت إلى وزارة التجارة ووجدت الخمور تباع، ولما غادرتها الخمور لازالت تباع. إذن هذا خلاص القول أنه كان في كل خرجاته يحاول تبرئة نفسه نعم، في محاولة ربما للعودة إلى الواجهة السياسية، ربما لديه كذلك طموح في العودة إلى الحكومة، ومحاولة يعني استعطاف أو تغيير رأي المواطنين حوله، حول شخصه يعني. أمر إليك يا فاطمة بآخر سؤال، هل تعتقدين أنه المرشحين لهذه الحملة الانتخابية ليسوا فقط في صراع لدخول قبة البرلمان، وإنما في صراع لتشكيل الحكومة المقبلة؟ هذا هو الصراع الأكبر، حتى أحزاب المعارضة رفعت سقف أحلامها لدخول الحكومة المقبلة، وهذا حق مشروع. حتى الإسلاميين ربما دخلوا التشريعيات من أجل الحكومة. عبد الرزاق مقري الذي كان يعارض وبشدة دخول الاستحقاقات غير خطابه في آخر مجلس الشورى، وقال إذا كانت الانتخابات نزيهة لما لا نشارك في الحكومة. وربما الحملة ولا الهجمة الانتقادية اللي راح يواجهها ويحيى بسبب الحكومة من قبل مقري فسر هذا التوجه. وربما هذا حق مشروع. أنا أظن باللي ممكن تكون هناك حكومة توافق وطني باعتبار أن الدستور توافقي، وفي ظل الأزمة المالية اللي تعنيها البلاد من الأحسن أنه كل الأطراف السياسية تكون داخل الحكومة لمواجهة الأمر. ربما الأمر الكثير من الأحزاب المعارضة في هذا الاستحقاق سيكون يعني بادرة لتشكيل حكومة توافق وطني. احنا نعرف انه بعد انتخاب في ظرف 15 يوم على اكثر تقدير سيتم تنصيب البرلمان، بعدها سيكلف رئيس الجمهورية الوزير الاول بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد استشارة الأغلبية البرلمانية في قضية الوزير الاول. الحكومة نظنها تكون توافقية، لأنه حتى يحيى اللي كان مدير ديوان الرئيس قبل إحالته على عطلة إجبارية قال إحنايا كانت عندنا تجربة فيما يتعلق بقضية أنه وجود الإسلاميين معنا، كانوا ثلاث أحزاب الأفلان والتكتل والجزائر الخضراء والأراندي في الحكومة، نحن لا نعارض. هو عبر عن وجهة نظر شخصية إننا لا نحتاج إلى حكومة توافق وطني لأننا في أزمة سياسية. لكن هو ختم بعبارات لكن الرئيس هو من صلاحية الرئيس، واللي يجيب الخير للبلاد مرحبا به، واللي يجيب الخير للبلاد مرحبا به. أحسن شيء ممكن نختم به فاطمة زهرة بن حمادي، رياض بوزينة، شكرا جزيلا لكما، حضرتما نيابة عن كل القسم الوطني. أشكر كل الصحفيين، شكر موصول لكل صحفيي القسم الوطني الذين غطوا الحملة الانتخابية طيلة الأسابيع الثلاث، وستكون لنا أيضا تغطية للانتخابات على أمل أن نرضى أو أن نلقى رضا المشاهدين. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام، ألقاكم غدا بحول الله.